حضرات السادة المستشارين، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستطيعون. صدق الله. وإن لي مقدمة أستهل بها دفاعي عن المتهم تتعلق بالسيرة الذاتية لهذا المتهم. وباختصار شديد، فالمتهم الذي أحالته النيابة العامة بتهمة الإتجار في المواد المخدرة تخرج من كلية شوفوا حافظ على سمات المفعال ازاي نهج رابع. فالمتهم الذي أحالته النيابة العامة بتهمة الإتجار في المواد المخدرة تخرج من كلية الصيدلة منذ 3 أشهر، وهو طبيب صيدلي وابن طبيب وابن طبيبة. ونقدم لعدالتكم حافظ مستندات تفيد وظيفة الأم والأب والمتهم الذي يجد بحق صعوبة باللغة في نعته بالمتهم. ولكن الذي أجد بحق صعوبة باللغة في نعته الذي أجد بحق صعوبة باللغة وقالوا لك بالغة قلت باللغة الذي أجد بحق صعوبة بالغة في نعته بالمتهم ولكنه قوي، بل وأكثر من ذلك أنه الأول على دفعته سنتين متتاليتين بكلية الصيدلة، والأول طيلة سنوات الثانوية العامة على مستوى محافظة القليوبية. المتهم لم يكن عاطلا أو مجبوها على حد قول مش التسميع، رغم ان انا ماسك ايده دلوقتي جسمي كله بيرتعش بس مش بالظاهر ده، هو جسمي كله بيرتعش وانا مقدر ده اول مرة، جسمي كله حرفيا بيرتعش، مش يعني مش رعش عادي رعب يعني بيرتعد، ولكن كويس كويس. دي هتيجي مع التدريب، انا ما بقولوش ما ترتعش، لا دي هتيجي مع التدريب، بس قد ايه زي اسامه كده قادر يظهر عكس اللي جواه. لا مش كمل. المتهم لم يكن عاطلا او مجبوها على حد قول السيد ضابط الواقعه في روايه الخياليه التي سطرها بمحضره المؤرخ بتاريخ 11/11/2022. سيدي الرئيس، ما بحاولش ارتب كده وبتاع عشان ما بانش ان انا بقى اسرق كده على كده على طول. سيدي الرئيس، حضرات الساده المستشارين الاجلاء، نطلب من حضراتكم بكل احترام وتقدير نطلب من حضارتكم بكل احترام وتقدير براءة موكلي من التهمة المنسوبة إلي، تأسيسا على ما يلي: أولا، بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لوجود المتهم في غير حالات التلبس. ثانيا، عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها على النحو المسطر بالأوراق. يكفي عليكم.